الموسم الثلاثين لبرنامج العباقرة، الموسم الأربعتاشر لعباقرة المدارس، ومباراة مهمة في دور الاثنين وثلاثين، وهفكركم بالنتيجة. جلوري الخاصة، المحلة الغربية 40، راهبات الأرمن، مصر الجديدة القاهرة 120. راهبات الأرمن عندنا تغيير واحد بس، فيرينا صلاح رجعت مكان جولي عماد. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. تحت الضغط طبعا عندنا كم سؤال؟ 10. في كم ثانية؟ 45 ثانية. تمام. نور هتروحي تسمعي أغنية وترجعي لنا تاني. تمام. اتفضل. فيرينا تعالي مكاني. فيرينا، مين اللي ضربك على تحت الضغط؟ المدرسين ساعدوني وصحابي برضو. واضح ان انتوا عملتوا مجهود كويس الحقيقه يعني. نور تمام؟ تحت الضغط كاونتر. ما هو نظام الحكم في دوله صربيا؟ جمهوري. صح. من هو مؤلف الموسيقى التصويريه المسلسل الايام؟ عمار الشريعي. صح. كم عدد النجوم على علم دوله سنغافوره؟ 5. صح. بلقيس هي قصيده لشاعر سوري راحل، فمن هو؟ نزار قباني. صح. كم عدد الامطار في 8 كيلومترات؟ 8000. صح. من هو رئيس وزراء إيطاليا ببداية الحرب العالمية الثانية؟ موسوليني. صح. ما هو اسم الذبابة الناقلة لمرض النوم إلى الإنسان؟ سيتسي. صح. بحر سكوتيا هو جزء من أحد المحيطات، فما هو؟ محيط الهادي. غلط. فنان قام بدور رمضان في مسلسل رمضان كريم، فمن هو؟ باص. ما هي الرياضة الفردية التي احترفها البطل المصري محمد أبو الغار؟ سكواش. صح. برافو عليك. برافو 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 برافو، أبهرتيني، برافو عليك. 8 إجابات صح من 10، وباين إن أنتوا استعديتوا. واضح. سليم، عايزين نور تنضم لينا. بقت في مشكلة نور. بص يا نور، الأسئلة سهلة، وأنا بكرر الأسئلة سهلة، وأنتي شاطرة ومركزة، فما تقلقيش. اتفقنا؟ إن شاء الله. نجمد قلبنا؟ أنا بجد بقول لك الأسئلة سهلة. تحت الضغط كاونتر. ما هو نظام الحكم في دولة صربيا؟ جمهوري. صح. من هو مؤلف الموسيقى التصويرية المسلسل الأيام؟ هشام نزيه. غلط. كم عدد النجوم على علم دولة سنغافورة؟ 3. غلط. بلقيس هي قصيدة لشاعر سوري راحل، فمن هو؟ ما أعرفش. كم عدد الأمطار في 8 كيلومترات؟ 800. غلط. 8000. من هو رئيس وزراء إيطاليا ببداية الحرب العالمية الثانية؟ موسوليني. صح. ما هو اسم الذبابة الناقلة لمرض النوم إلى الإنسان؟ تيتسي. صح. بحر سكوتيا هو جزء من أحد المحيطات، فما هو؟ محيط الأطلنطي. صح. فنان قام بدور رمضان في مسلسل رمضان كريم، فمن هو؟ حكيم. غلط. كويس، برافو عليك. كويس كويس. معلش معلش، اتفضلي. مش وحش مش وحش. التوتر مخليكي مش عارفه تجاوبي، بس الاجابات عندك. هارد لك. 4 اجابات صح من 9 اسئله. وفيرينا معاكي كم اجابه صح؟ 8. 8 اجابات صح من 10 اسئله. تعالوا نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. هو سؤال واحد اللي ما تجاوبش، هو السؤال التاسع. مين اللي عمل دور رمضان في رمضان كريم؟ سيد رجب. أيوة. ده أسهل سؤال فيهم بقى، تخيلوا. طبعاً الفنان القدير سيد رجب. نور الهدى وفيرينا، فيرينا ونور الهدى بحيهم هما الاثنين، تفضل. النتيجة اتغيرت، وراهبات الأرمن بيحاولوا، مش بيحاولوا، هما شبه هربوا بالمباراة. كنتوا كام يا فيرينا؟ كنا 120. 120. وكم إجابة صح؟ 8. 8 ب40 نقطة. بين نقطة و10 نقط هدية. 50. بقيتوا 170. 170. جلوري كنتوا كام يا نور الهدى؟ كنا 40 تقريبا. وأربع إجابات صح، بقيتوا 20. ب20 بقيتوا 60. 60 و25 85. يفضل الأمل موجود قبل الفقرة الأخيرة، فأنا عايزكم تكسبوا
ضربات الجزاء. أيوة أنا بشجعهم. عايزهم يكسبوا ضربات الجزاء علشان لو أنتوا كسبتوا ضربات الجزاء المباراة اتحسمت. وأنا مش عايز المباراة تتحسم قبل الفقرة الأخيرة. خلينا نشوف هيحصل إيه. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. ملدي ونور، نور وملدي تفضلوا، وهنشوف مين اللي هيحرز أول هدف. السؤال الأول، حل مسألة الآتية: 53 في 35 على 7 يساوي كام؟ 35 على 7 فيها الخمسة، 5 في 53 بكام؟ كام؟ 140. إجابة خاطئة. ما فيش إجابة. أنا مش بفهم. هي تتحسب إزاي؟ 35 على 7 فيها كام؟ 5. 5 في 53 بكام؟ 265. هاردلك تفضل. فيرينا ومنتصر، منتصر وفيرينا لسه ما عندناش أهداف. سؤال التاني، تاريخ: ما هي الإمبراطورية التي تنازلت عن معظم الأراضي الاستعمارية بموجب معاهدة كارلوفيتس عام 1699؟ اتوقعت في صربيا. ألمانيا؟ أنا بسأل على إمبراطورية. هاردك إجابة خاطئة. منتصر عندك إجابة؟ يا نهار أبيض، إمبراطورية إسلامية هتبقى إيه؟ عثمانية؟ طبعاً طبعاً. منتصر مش بتحاول حتى، خسارة جداً. الإمبراطورية العثمانية. تفضل سارة ونورين، نورين وسارة لسه ما عندناش أهداف. السؤال الثالث، جغرافيا: في أي قارة يقع جبل بايكس؟ جبل جليدي ارتفاعه 4300 متر، بيقع في سلسلة جبال ايه؟ مش هقول خلاص كده، ما اقدرش اقول جبال ايه، لان كده مش هيبقى فير شانس ان انا اقول لك معلومه وانت هتجاوبي، مش فير شانس. بس اقول معلومه ليه كنتوا الاثنين فير شانس. اجابتك امريكا الشماليه. سلسله جبال ايه؟ روكي. الهدف الاول في ولايه كولورادو بيتعمل عليه اخطر سباقات تسلق في العالم، هدف بلا مقابل. كريمة ومحمود، محمود وكريمة. محمود الموقف متأزم جدا، لو ما جاوبت الصح واتعادلت، كريمة حتى لو ما جاوبتش صح هترجع بخمسة وعشرين نقطة. حاول تتعادل. السؤال الرابع، فنون: من هو الفنان الذي قام بدور يوسف الشيخ في فيلم الديلر؟ بطولة خالد النبوي، مي سليم وسامي العدل. سامي العدل. ايه ده ما لحقتش؟ انا دوست. دست ولا انت دوستي؟ احمد سقا. فيلم الديلر ما تعرفيش؟ ده مش معنى احمد سقا. يا محظوظة. صح. الهدف الثاني، ده أسهل سؤال في الحلقة، فيلم الديلر، خالد النبوي وأحمد السقا. طبعا أحمد السقا بطل الفيلم، إخراج أحمد صالح. طبعا الأرمن مفاجأة من العيار التقيل. ألف مبروك التأهل لدور الستاشر. راهبات الأرمن
أنا ممكن أعتبرهم الحصان الأسود للموسم ده بلا منازع. خدوا على أجواء الاستوديو بسرعة، اكتسبوا ثقة مع أول وتاني وتالت سؤال، عشان كده قدروا يهربوا من المباراة وعملوا سكور ما حصلش. يا محظوظة الهدف التاني. مع مرور الوقت جلوري اتخضوا، حسوا ان المباراة بتهرب فابتدوا يخافوا، فابتدوا ما يجاوبوش. فتحت الضغط كنت متوترة جدا، فما قدرتش الشباب على اسئلة كتير كنت عارفاها، وان شاء الله نقدر نعوض ده في الطاقات اللي جاية. الحمد لله قدرت ان انا اجيب الممثل، وده اللي اكد على فوزنا وتأهلنا للدور 16. طبعا عجلة الحظ ملهاش اي دور في ماتش النهاردة غير ان احنا نزود شوية نقاط. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع اخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 95 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 190 ألف جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 510 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. هذا البرنامج برعاية